ممبار محشي بالفريك. عندي فريك منوع في المية او مسلوق نص سلقة، بصل وتوم وزيت، طماطم، بقدونس، شبت، كزبرة، ملح، فلفل، كمون، جنزبيل، شطة، نعناع، زعتر. نعمل الاول الفرسة بتاعتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ ادي البصل والثوم والزنجبيل او الجنزبيل. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفصل مع بعض. حطينا كده هنا الطماطم، ادي الفريك، ادي الفيجيتابل اللي هي الكزبره الخضراء، البقدونس، النعناع، الشبت. ده الحشو بتاعي يا جماعه. ده الحشو بتاعي. حبة ملح، فلفل. بعد كده هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع الممبار اللي احنا طلعناه من الحلة. عندي شوية طماطم اهي، ادي زيت، ملح وفلفل، صلى على الحبيب كده. خلي بالك لو انا بحمره بفرقع، لكن ممكن احمره في الزيت، لكن ممكن ادخله الفرن طالما عندي وقت. يبقى المعه كده طالما عندك وقت، العبي براحتك.